دي محاربة الفساد، لابد أنك تكون نظيف. هذا كلام الهامل الذي هو متورط في قضايا فساد، ولكنه كلام صحيح. يعني فأول ربما ملاحظة يعني التي لا يمكن أن نمر عليها هي أنه الرئيس المعين عبد المجيد تبون نفسه، الذي تقول وكالة الأنباء الجزائرية أنه في عهده يعني صارت مكافحة الفساد يعني وصلت إلى مستويات عالية وغير ذلك، وقضايا الفساد قلت، هذا الرئيس المعين عبد المجيد تبون نفسه متورط في فضائح فساد كبرى. وحتى ما نعود يعني إلى ربما في على السريع إلى قضية الخليفة، يعني واحد من أكبر المتورطين في قضية الخليفة هو عبد المجيد تبون، ونعرفوا كلنا قضية البطاقة البنكية التي أعطاها يعني عبد المؤمن خليفة وغير ذلك، بالإضافة إلى قضية يعني ما عرف بقضية البوشي فيما بعد، متورط هو وعائلته كاملة. فأكيد أنك لما تكون أنت نفسك غارق في الفساد وكنت جزء من نظام، يعني لأنه ربما الجميع يتفق حتى النظام نفسه يقول لك بأنه فترة البوتفليقية كانت من أكبر فترات الفساد، كونت فيها مافيا كبرى. أين كان الرئيس المعين عبد المجيد تبون وقتها؟ كان وزير للسكن، وزير لقطاع، نذكرك في كلام أحمد ويحيى في إحدى المحاكمات، نعم، قال لك بأن الخبز اللي أكلوه الأجانب في قطاع السكن يعني شيء رهيب، وفي إشارة إلى أن الخبز يعني بين ضفرين. طبيعة الحال هي قضايا الفساد التي يعرفها العام والخاص.